الصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذه الصورة عن الأعاصير والمجرات. في هذه الصورة العليا نرى مجرة يبلغ قطرها أكثر من 100,000 سنة ضوئية. نلاحظ كيف تدور النجوم حول مركز هذه المجرة. تستغرق كل دورة مئات الملايين من السنوات. صراحة ما نقول سبحان الله. نرى في الصورة السفلى إعصار تدور فيه ذرات الغيوم بسرعة هائلة، وتشكل الغيوم دوامات تشبه تماما الدوامات التي تشكلها النجوم في المجرات. والآن على يدل هذا التشابه في الخلق على أن الله تعالى هو خالق كل شيء. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الله خالق كل شيء، سورة الزمر آية 62، والله أعلم.